حجا مبرورا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام عليكم. قال تعالى: والفجر وليال عشر. ذكر المفسرون أنها العشر من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام أكمل الله فيها الدين وسماها أياما معلومات، كما قال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. تعال نتعرف في الفيديو ده عن فضل هذه الأيام ببساطة، اسمع مني. ببساطة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاك أمين السيد، ودي حلقة جديدة من حلقات قناة ببساطة اسمع مني. هنتكلم بإذن الله تعالى في الحلقة دي عن فضل أيام العشر من ذي الحجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وهنا يجي في بالنا سؤال: هي العشر من ذي الحجة أفضل ولا العشر الأواخر من رمضان أفضل؟ العلماء اتكلموا في الموضوع ده كتير، وأفضل قول قول شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل عشر أيام هي أيام ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة، وأفضل الليالي هي ليالي رمضان لأن فيها ليلة القدر. هذه الأيام جمع الله فيها أنواع العبادات وكمان أركان الإسلام الخمسة، اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. فعلينا أن احنا نغتنم الأيام دي بعمل طاعات كثيرة، زي الصلاة والصدقة والصيام وبر الوالدين وصلة الرحم واتباع الجنائز وزيارة المريض وإعانة الناس، وكمان نكثر من الذكر، التهليل والتحميد والتكبير في جميع الأوقات وعلى كل الأحوال. طبعا في صفات كثيرة للذكر، خلينا نقول واحدة منها اللي هو تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ينقسم الذكر إلى قسمين: مطلق ومقيد. المطلق في أي وقت وعلى أي حال، بعد الصلاة، قبل الصلاة، الصبح، بالليل، وانت ماشي، وانت راكب، في الشغل، في السوق، في أي مكان، اذكر الله. وده بيبدأ من غروب شمس آخر يوم من أيام ذو القعدة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، اللي هو يوم 13 اللي هو رابع يوم العيد. أما المقيد فبيبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو يوم 13 رابع يوم العيد. طبعا ده المقيد لغير الحاج الوقت ده، بالنسبة للحاج فهو بيبدأ من ظهر يوم النحر اللي هو يوم العيد اللي هو يوم 10 من ذو الحجة، وبيكون الذكر المقيد بعد الصلوات، بعد ما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بتبدأ تكبر بالصيغة اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوي. لو تكلمنا عن الصيام في هذه الأيام الفاضلة، فممكن تصوم التسع أيام كلها وممكن تصوم بعضها، ويا سلام لو صمنا يوم عرفة وكتب لنا ربنا سبحانه وتعالى الأجر الآن عليه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. طبعا لغير الحاج. فضل يوم عرفة أن ربنا سبحانه وتعالى نزل فيه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأفضل أيام العشر يوم النحر، ويسمى يوم الحج الأكبر، واللي هو يوم العيد اللي هو يوم عشر اللي بندبح فيه الأضحية، وإن شاء الله الحلقة القادمة هتكون عن أحكام الأضحية. ما تنساش تشغل الجرس وتشترك لو مش مشترك عشان تجيلك الحلقة إن شاء الله أول ما ننشرها. وطبعا فريضة الحج بتكون في الأيام الفاضلة دي، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. الله أسأل أن يكتب الحج لكل من تمنى أن يحج بيت الله. قولوا آمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يحفظكم ويرعاكم.